أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة الغد المشرق من برنامج صح صح معي. في يا جماعة موضوع مهم لازم أنا أحدثكم فيه. خبر عاجل. خبر عاجل يقول لك أن البضائع الأمريكية والإسرائيلية والعالمية والأوروبية هذه بضاعة غلط أن احنا نتعامل بها. ولا يعني حتى أي إنسان أنه يتعامل بهذه البضاعة يعني الكل قاطعها. تخيلوا حتى الكاميرا اللي احنا نصور فيها يعني معناته أنه ليش نستخدم هذه كاميرا أمريكية. لا 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 لا. المشروبات العصائر السيارات يعني بضاعة أمريكية يعني القمر الصناعي اللي نتابعه منه الآن التلفزيون يعني بضاعة أمريكية تتابعوا انتم مجانين يعني انتم الآن تتابعوا بضاعة أمريكية هذه البضائع الأمريكية التي منتشرة حول العالم يعني هي مضرة بالصحة ولا ايش يا سعد سعد المجرد ايش دخل سعد يا جماعة في الموضوع الله يعينك ان شاء الله تشوفوا حل يعني لهذا الاستاذ ايش يا جماعه البضائع الامريكيه ايش نحن نقاطعها اوكي بنقاطع البضائع الامريكيه والاسره والعالميه كامل نحن الان في بقاله الحاج عبد الكريم العنسي ومع لوحه في الخارج هي شركه شارك وهي شركه معروفه اسرائيليه امريكيه وللامانه فكل اصحاب المحلات التجاريه في مدينة دمار يتفاعلون مع هذه الحملة بنفوس طيبة أفتهم لكم ولا ما أفتهم لكم تخيلوا أنه نزلت حملة في دمار في محافظة يمنية نزلوا يعني يشوفوا أي يعني صاحب سوبر أو بقالة عامل صورة منتج شارك مشروب الطاقة أو أي منتج هذه بضاعة إيش وهي شركة معروفة إسرائيلية أمريكية بضاعة أمريكية وإسرائيلية. إيش؟ إيش اللي إيش اللي شيء يقول لنا؟ يقول لنا هذه بضاعة أمريكية وإسرائيلية يعني هم عامل يتعاملوا يعني. الآن إحنا وصلنا لإيش؟ اليمن وصلت لمرحلة إيش يعني؟ بسبب من؟ أبو خيتي هذه بضاعة أمريكية وإسرائيلية يعني ما نتعاملش بها. كل البضائع اللي موجودة في العالم يعني ألمانية وروسية ويابانية وفرنسية. وصينية معناته هذه البضائع الأجنبية اللي أنت عامل بها أوكي ما نص الشعب اليمني مغترب داخل أمريكا مش نصه يعني ربع الربع يعني داخل أمريكا يعني كيف لما أنت شي نقطع البضائع الأمريكية كل شيء موجود في العالم هذا فيها بضائع أمريكية إيش يا أبو خيتي راح صاحب البقالة تحاربه تقول له اللوحة لازم تنزع اللوحة اللي فيها موجود مشروب الطاقة شارك قلتكم الله هذا يصبر بالعقل يا جماعة هذا يصلح صاحب بقال يعني خلاص حاصرتوا الناس رجعتوا تلحقوا أصحاب البقايل قلتك الله بلاد محاصرة وعاد النسوان الشيء الحريب من الخارج ما تشيش تعجبنا يا أخي أنا أعتقد أنها تشي فتوى من علماء الدين أن يقولوا بأنه لا يجوز في هذه الحالة وفي هذه المرحلة أنها تجد تعجيب الحريب المستورد الذي بيكلف الدولة سيولة ونقد ويأثر على سعر العملة وغيره 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 وبرضو يا شباب ويا جماعة كمان الحليب لازم انهم يحاربوا الحليب حليب النيدو حليب الاطفال خلاص تخيلوا حاربوا الكبار وحاربوا الشباب والان يحاربوا الاطفال يقول لك ليش انك ايش ايش الولد اللي بيكلف الدوله سيوله ونقد ويأثر على سعر العمله وغيره 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 تخسر الدوله يعني تخسر الدوله حليب لازم يخلي الامهات هي اللي ترضع اطفالها اوكي احنا ما اختلفناش اوكي كلنا يعني احنا محتاجين لهذا الشيء لكن من فينا الناس تأكل علشان الأم اللي تجيب حليب وترضع طفلها ما فيش من فين يرضعون الناس الأطفال كيف يحصل على حليب من أمه وأمه ما فيش عندها حتى مكون غذائي علشان تساعد إنها تجيب حليب لابنها كيف صعب جدا ما أنتوا قاطعين الراتب قاطعين أصلا لا 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 من فوق قاطعين الراتب على زوجها وعلى أطفالها من فين؟ بعدك تقول لي ان احنا بنخسر الدولة. قلدك الله. قلدك الله. قلدكم الله. قلدك الله. جماعة حليب مستورد من الخارج. الحليب هذا هو بيوفر مكمل غذائي للأطفال شيء طبيعي. ليش عادك بتحاصر الناس علشان حتى الحليب؟ الحليب. خلي خلاص كل حاربت الناس شو كل شيء، حتى الحليب. إنه
بكرة وعشية، صبوح وعشاء، هذا الناس يعرفوا. العشاء كان يقع بالعصر، ما يعرفوش الناس وجبة الغداء. وجبة الغداء دخيلة، دخيلة وجبة الغداء دخيلة، كان الناس يعرفوا وجبتين. أو إن نقدر نختصر الثلاث الوجبات إلى وجبتين. الغداء يعني لا يجوز، لا يجوز الغداء يعني خلاص لا يجوز أبدا. يا سلام، لا يجوز أبدا. ها تشتوا تتغدوا؟ من قال لكم تتغدوا؟ الغداء حرام. بس إيش قال؟ ما يعرفوش الناس وجبة الغداء. وجبة الغداء دخيلة. يا سلام، علم علم، استفيدوا استفيدوا. تخيلوا هذا اللي بيخدموا البشرية، هذا اللي بيخدموا البشرية. خلاص راحت أيامك يا أينشتاين، راحت أيامك يا شكسبير، يا راحت أيامك كلهم كلهم. خلاص الآن هذه موضة جديدة يا جماعة، اليمن تنتج علماء، علماء 2030 2020. خلاص هذا الموديلات الجديدة. شوفوا، قال لك الآن أن وجبة الغداء حرام، يعني الصبح والعشاء هذه حلال والغداء حرام، يعني الغداء لا يمكن أن أي واحد يتغدى. طيب أنت بتحاصر يعني الآن شو يقول لك؟ إنه نعمل اقتصاد في الدولة واقتصاد للمواطن، اقتصاد يعتبر الاقتصاد المعدوي. إيش الاقتصاد؟ إيش إنه تخلوا للمواطن المرة الأولى قطعتوا على الكهرباء، ومرة قطعتوا عليها الراتب، وقطعتوا عليها الأكسجين والحرية والرأي والكذا، والآن وجبة الغداء، بكرة إيش؟ وجبة العشاء، وبعدها وجبة الصبوح. أنا خايف الآن رمضان يدخل وتقولوا لنا الفطور ممنوع، يتسحروا بس. أو إن نقدر نختصر الثلاث الوجبات إلى وجبتين. ما يبقى لا وجبة، وجبتين فقط، يعني ما وجبتين فقط في اليوم. بالله عليكم. لا 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 لا، مش معقول، مش معقول انك تعمل هذا الحاجة. قل لي كيف عملت هذا الحاجة وانت عارف ان هذا الحاجة غلط. يا فندم اهدى وصلح لنا فيه. انا ما عملش يعني حاجة، انا بريء بريء يا فندم، بريء، ما عملش حاجة والله. بريء على ايش ياكلها؟ بريء على ايش ياكلوها هذا؟ على كلوها على حلبة ولا على سلطة ولا على فاصوليا مع البيض؟ لا 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 لا، كنتش تلعبها عليا، ما تشيش تعترف، وانت عارف اذا ما اعترفت بيوقع بك خبر ثاني. طيب يا فندم اهدأ، يعني من متى هذا الشيء قريب؟ يعني هذا الشيء عادي عادي نعمله كل يوم، نعمله يعني شيء عادي الناس كلها تعمله، ايش لا انا يعني. شوف انا صبرت عليك وجالس اعذبك، ما ترضيش تعترف ولا رضيت تقول لي من اللي خلاك تسوي كذا. انا اشتي اعرف كيف اللي عملت كذا، ليش عملت وانت عارف ان هذا الحاجة محرمة؟ طيب طيب انا يا فندم يعني والله ما عملت حاجة والله، يعني ايش عملت؟ ايش عملت؟ انا ما عملت شيء. اذا ما اعترفت هذا الحل، هذا الحل، هذا اللي بيخليك تعترف في لحظات، مش في لحظات، في ثواني. يعني بتقول لي من اللي خلاك تسوي كذا ولا بقتلك؟ وبعد ما اقتلك تاكلك الكلاب، وبعد ما تاكلك الكلاب تموت الكلاب وتجي الطيور، والطيور تاكل الكلاب، كذا المعادله 1-1-1-0-0، يعني معادله 50-50. اوكي، لكن انا مش تقول لي بكل بساطه، قل لي من اللي خلاك تتمادى وتعمل هذه الحاجه، لان هذه الحاجه حاجه كبيره، حاجة كبيرة. تقول لي ولا مقتل؟ لا. طيب أنا من اللي خليك تعمل كذا؟ زوجتي، 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 والله هي السبب، هي السبب، هي السبب. وأنا أقول من اللي خليك تعمل كذا؟ يعني هي زوجتك؟ أيوة. طيب أشتيك تشرح لي كيف زوجتك خلتك تسوي كذا، وهل هي التي أجبرتك
على انك تعمل كذا ولا لا؟ طيب طيب بعد هذا شيطان رجيم يخرج معه. طيب انا بقول لك قول. انا جبت لها مصروف اعطيتها مصروف علشان تشتري حاجات ومقاضي واشترت وعملت هذا الشيء. يعني ايش اللي عملت؟ يعني ايش تقول لي هي اللي عملت الغداء؟ ايوه. اذا زوجتك شكلها بقى تاخذ المصير اللي اخذته. يا ريت احسن. يا ريت احسن. وكم لك تاكل غدا وتتغدى وانت عارف ان الغدا حرام؟ الغدا حرام؟ منو اللي حرمه؟ مش انت عارف؟ لا. لما ليش قالوا الصبوح يرد الروح والغدا ما تيسر؟ الصبوح يرد الروح ايوه والغدا ما تيسر. يا سلام. صبوح وعشاء بس. صبوح وعشاء. صبوح وعشاء. وعشاء صبوح وعشاء صبوح وعشاء. يا سلام عليك يا سلام. هذا الحركات هذا الذوق اللي انا اشتيه. كيف لما انت دائما تتغدى وانت عارف ان الغداء حرام؟ عندنا الغداء حرام، ممنوع الغداء، وانت عارف نحن عملنا قانون ان الغداء حرام. خلاص حرام حرام بعدكم. انا والله بعدكم حرام حرام. الغداء ما فيش غداء بعدين. ايش اقول لك حاجه، احنا ما بنجيب لكمش رواتب ولا بنجيب لكم اي حاجه، بس عارف كيف تتغدوا؟ وجبة بس، وجبة بس. الغداء ممنوع. لا شكت لك. لا لا خلاص انا اسف. خلاص ممنوع الغداء. طز بالكهرباء، طز بالرواتب، طز بكل شيء، اهم شيء غداء ما فيش. صبوح وعشاء بس. فندم ها الغداء جاهز. الغداء ايش جاهز؟ يلا انا باجي اتغدى. على اساس انه الغداء حرام ولا؟ حرام عليكم وحلال علينا. طيب قول لي. على من يا جماعة؟ على من بيكذبوا علينا هذولا؟ يقول لك إن لازم وجبة في وجبة، والوجبة اللي وجبة الغداء لا تحافظ على من. يا أخي إيش ما قد حصلت في العالم هذا، ما حصلش في تاريخ البشرية، لا حتى في العصر الحجري يعني. فأي تاريخ في العالم ما قد حصل عبر التاريخ إنه دولة أو شخص فرض على العالم إن الغداء هذا ممنوع؟ بتفسر القرآن على ما يشتي، ويفسر القرآن على ما يشتي. جماعة هذو جننونا والله. والله خلاص يا جماعة، هذا إيش كيف نسوي؟ والله مشاهد الكرام، نطلع فاصل ثم نواصل ورجعنا لكم مرة ثانية. الأدوية هي بديل أو هي يعتبر علاج للإنسان، ويقول لك المثل إنه الوقاية خير من العلاج. بس الأدوية هي يعتبر مهمة، بس اللي الآن الاكتشاف الجديد اللي حصل عندنا في اليمن، وأنا أعتقد إنه أبهر منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وجميع أنحاء العالم حتى الذي هم ساكنين في كوكب المريخ، إن الاكتشاف إنه عندنا اللقاحات حرام. اللقاحات حرام، اي لقاح ضد شلل الاطفال، اللقاحات اللي موجوده ضد فيروس كورونا وغيره وغيره وغيره، هذه حرام يعني لا يمكن احنا نستخدمها، او بالمثال انه لا يمكن احنا نستخدمها، وهذه يعتبر انه غلط ان احنا نستخدمها. شوفوا الافتاء، قولوا اليوم الحلقه افتاء، كلهم مفتيين بيفتوا علشان الشعب. بيفتوا علشاننا. جماعة بيحبنا، تخيل يورد الناس للجبهات ويمشيش ياخذوا العلاجات هنا. وكذلك أعتذر إلى أبنائي الذي لكحتهم الأوائل، والحمد لله من بعد العدوان وبعد جائحة كورونا لم ألكح لا أحفادي ولا أبنائي الجدد، والحمد لله وجدت يعني تغير كبير في نشاطهم، في ذكائهم، في نطقهم، في كل يعني في كل مراحل نموهم، فالحمد لله رب العالمين. هاي انا عرفت الان ايش اللي حاصل، عرفت انه يعني الان احنا كلنا لقحنا يعني ضد شلل الاطفال، ضد فيروس كورونا، كل الناس استخدموا هذا العلاج. هذا ليش يعني؟ علشان في مؤامره على العالم هذا يعني. هذه المؤامرة على العالم، من اللي قال لك؟ ما هي بتوقيك صح؟ أوكي كل واحد يأخذ الموضوع على تفسيره. الرجل بيقول أن أقدم اعتذاري، تأسف
بتأسف من مدري كم يعني ظلم يا ناس وكم قتل يا ناس. قل لي كم قتلتوا يا ناس في الجبهات، كم قتلتوا يا ناس داخل الجبهات، وكم يا ضف يعني أطفال وشباب وشيوبة ومواطنين مساكين، وكم يا بيوت دمرت، وكم يا بيوت قصفت، وكم يا مدارس دمرت. تقول لي الآن أنت خايف على الشعب، يعني الشعب اليمني البرستيج العالي أنك خايف عليه إنه من اللقاحات؟ أكبر فيروس في العالم أنت، أكبر فيروس في العالم. محاضر من قيادي الحوثيين واقف في محاضرة وقدامه كمبيوتر وبروجيكتور، واضح قدامه مليان حضور كمان، وبيحذر من الأدوية الأجنبية اللي قال إنه فيها نفط وبترول، وإنه الهدف منها القضاء على اليمنيين والعالم كمان. تم ترشيح طب الأدوية الكيميائية مصنوعة من النفط اللي بتشوفها، هذه سماها كرود أويل بيلز، حبوب النفط الخاء. اسمع، النفط كله اللي يشرب علاج كله مصنوع من النفط. حد من الاخوه يقول لي اشرب قرص بترول والبري عايش فيك، عاد يقبلوها؟ ما عاش قابلها. يما غلف اليهودي في غلاف هكذا وجملها وحط عليها هاله اعلاميه اصبحت مقبوله، ولا هو بترول ديزل وكيروسين في غلاف. وهذا اكتشاف ثالث، شوفوا الاكتشافات اليوم تستفيدوا منها، تستفيدوا منها. اذا ما استفدتوش يعني ممكن بتفوت عليكم. أقول لك إنه الـ 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 الأدوية والعلاجات والكولا هذه من إيش؟ أسمع، النفط كله اللي يشرب علاج كله مصنوع من النفط. حد من الأخوة يقول لي اشرب قرص بترول والبري عايش فيك، عاد يقبلوها؟ كلها من المشتقات النفطية. تخيلوا العلاجات هذه، الأدوية من المشتقات النفطية. وأنا أقول ليش البترول عندنا غالي في اليمن؟ الدبة عندنا مرتفعة وسعرها غالي، 20 لتر يعني توصل لها $50. أقول ليش؟ هو بسبب أن الأدوية اللي احنا بنشربها وبينها علاجات. شوفوا الاكتشاف، اكتشاف فظيع. قلدك الله، قلدك الله، اكتشاف فظيع أنه العلاجات هذه مستخدمة من البترول ومن المواد النفطية علشان يشربوها لنا، واحنا لما نشرب يعني نمرض. شوف الذكاء. يعني الان انا داخلي مثلا من العلاجات اللي شربتها في حياتي داخلي اذا خزن نفط، مثل التنور هذا كعبول داخله خزن نفط، اذا هذا بيستخدم علاجات كثيره، فما بالغ الشعب كله. اذا فين النفط؟ النفط مش في باطن الارض، النفط موجود داخلنا. معكم عقل يا جماعه، باقي معاكم عقل، ولا الحوثي يعجبها الترندات ولا ايش؟ انا مش فاهم يا جماعه. انا احس ان الحوثي يعني او الجماعه هذه اني تحب الترندات، مره يعملوا ترند حبسوا مصطفى المومري ومش عارف ايش واحمد حجر، ومره يقطعوا الراتب، مره ينقلبوا على الهدنه، ومره يقولوا دواء فيروس كورونا من اليمن، ومره يقولوا ومره نروح ومره نرجع ومره، يعني كل يوم قصه، كل يوم قصة ولا حكاية. يعني أنا أعتقد إنه عبد الملك الحوثي وجماعته وكعبول يحبوا الترند، أكيد معهم قناة في اليوتيوب، أكيد عندهم عائدات من اليوتيوب أحس، ولا إيش يا جماعة؟ عاد اللي قبل فترة هذا قتلني، أنا أجزم أن السيد عبد الملك بيتغدى جبادي، يجزم لليوم يعني لا حد اليوم ولا رضي يعتذر للشعب اليمني، ولا رضي يعتذر انه عبد الملك الحوثي جالس يتغدى زبادي. الرجال قد منعوا الغداء وهذا عاده. انا اجزم ان السيد عبد الملك بيتغدى زبادي. قد منعوا الغداء، ما الغداء يقول لك ما عاد فيش، وانت تقول لي عبد الملك الحوثي عاد بيتغدى زبادي. الغداء لهم عليهم حلال وعلى الشعب حرام. اقول لكم نهينا حلقتنا لهذا اليوم، يمكنكم متابعه الحلقات السابقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قناه الغداء المشرق. استودعكم الله.